مرحبا واهلا وسهلا بالجميع باول يوتيوب فيديو الي. My nickname is Bayramko and I'm 100% free to play player ب Rise of Kingdom. ولا مرة صرفت مصاري على الالعاب ولا مفكر بالمستقبل اصلا اصرف، لان يمكن يجي شي نهار ونوقفهم كلهم بكونوا راحوا هالمصريات دعان. فانا بنصحكم تعملوا مثلي، فيكن انتو تكونوا فعالين بالالاينس او بالكينجدوم تبعولتكن بدون ما تروحوا مصرياتكن. اليوم حجرب خلي هذا الفيديو كتير قصير، حركز على شغلة وحدة يلي هي الكوماندرز. هلا بالنسبة للكوماندرز رح نحكي بالاول عن الابي كتير. اذا بتلاحظوا هون عندي انا كذا كوماندر عندهم الاكسبيرتيز تبعولتهم، بس ولا واحد منهم ليفل 60، وهذا الشيء انا عملته كتير غلط، لذلك انا اليوم عم بعمل هذا الفيديو لخليكم تتجنبوا هيدي الغلطة. لازم دايما نحن as a free to play player ننقي 2 ل 3 epic commanders نشتغل عليهم ونعليهم لليفل 60 بأسرع وقت ممكن. هلا أنا بفضل هول الثلاثة commander يكونوا من فئات مختلفين، يعني واحد يكون infantry، واحد يكون من الكافلري، وواحد يكون من الارتشرز. بالانفنتري البرو بلايرز من ورا الاكسبيرينس تبعولي بقلكم انه سان زو هو احسن واحد بالابي كتير. لازم نحن نجيب له الاكسبرتيز تبعولته بسرعه ونعليه لليفل 60 باسرع وقت ممكن. سان زو فينا نستعمله بكتير محلات، فينا نستعمله از جاريسون كوماندر، فينا نستعمله بالاوبن فيلد، فينا نستعمله بارك اوف اوسايرس وبسانست كانيون. بالنسبة للكافلري أهم واحد بالنسبة إلي وفي كتير ناس مثلي بيليساريوس. بيليساريوس وين بيفيدني؟ بيفيدني كتير بالأوبن فيلد عندما أنا بدي أروح أقتل الفارمرز تبع الكينجدومز اللي ضدي، فهذا كتير بينفعني بكي في كي وكمان بالكيلينج ايفنت خصوصي بالمايتيست جوفرنر. بالنسبة للأرتشز عندي خيارين، عندي هيرمان وعندي كوسونوكي. هلا بالنسبة إلي أنا بفضل هيرمان لأن بعتبر الأكتر سكيل تبولته أقوى من تبولة كوسنوكي، لذلك أنا هلا عم بشتغل عليه. ف لنرجع نلخص، دايما نقوا 2 ل 3 كوماندرز من الأبي كتير، نجيب لهم الأكسبرتيز بأسرع وقت ممكن وعلوهم لليفل 60، من بعدها بنشوف أي كوماندرز بقدر أشتغل عليهم. يمكن تنقوا بلاجيوس، في ممكن ناس تنقي جون أوف أرك، بس ما تعملوا هاي الغلطة اللي عملتها أنا انه نشتغل على اكثر من 5 ل 6 كوماندرز بنفس الوقت. يعني عندي هيدي 40، هوني 48 41، يعني ضاعت الطاسه وما عندي ولا واحد ليفل 60 للاسف. هلا بالنسبه للليجندري كوماندرز عندنا اسهل ليجندري كوماندر ممكن يتطور هو اث فلاد، لان السكولبتشرز تبولتون او تبولت اث فلاد فينا كل يوم نشتريها، فينا كل يوم نجيب 3 سكالتشرز من لاسف فلاد من الاكسبيديشن من هون من الشوب. فضروري اذا انت ما عندك اياها اكسبرتيز لاسف فلاد تبلش كل يوم تشتري هولي السكالتشرز كرمال نطورها باسرع وقت ممكن. اسف فلاد بعدهم البرو بلايرز بعدهم يستعملوها بارك اوف اوسايرس، كثير بتفيدني بالاوبن فيلد وبتفيدني كثير انا وعم بحارب البربيريانز او البربيريان فورتس. هلا بالنسبة للكوماندرز يلي بيجوا من الجولدن كيز او المفاتيح الذهبية يلي هن موجودين بالتافرن، اهم شيء انه ما تصرفوا عليهم الليجندري سكالبتشرز. اوعى تعملوا هالغلطة اللي انا كنت اعملها. انا اول ما بلشت اللعبة ما كنت عارف شيء من شيء، كل ما يطلع لي ليجندري سكالبتشر كنت اصرفهم شمال ويمين على هول الكوماندرز من الجولدن كيز، وللاسف اصلا كنت اصرفهم غلط. يعني تساو تساو طلعته لليفل 30 فتحت كل السكيلز تبعوله، وهذا الشيء ما كان لازم اعمله. كان لازم اول شيء اعلي هيدي السكيل يلي هي الاكتف سكيل لليفل 5، وهذا الشيء لازم نعمله بكل الكوماندرز ان كانوا ابيك ولا ان كانوا ليجندري. اهم شيء هي الاكتف سكيل، بعدين بشوف اي سكيل اهم من الثانيه وعلى اساسها بطور او بعلي الليفل تبع الكوماندر تبعولي. فاذا مثل ما اتفقنا ما لازم نصرف ولا ليجندري سكولبتشر على الليجندري كوماندرز يلي بيجوا من المفاتيح الذهبية او الجولدن كيز. هلا اخر فئة ويلي هي اهم فئة صراحة يلي هي الكوماندرز اللي بيجوا من الويل او من المايتيست جوفرنر ايفنت، مثل واي اس جي صلاح الدين او ريتشارد ذا فيرست او الكسندر ذا جريت وغيره. اهم كوماندر بهيدي الفئة باعتراف البرو بلايرز باعتراف الكل هو واي اس جي. واي اس جي من اهم الكوماندر، اذا مش اهم كوماندر بالنسبه لي هو اهم كوماندر باللعبه. ضروري نحن نجيب له الاكسبرتيز تبعوله،
كتير بيساعدني، في يكون جاريسون كوماندر كتير بيفيدني بالاوبن فيلد، بكيلينج باربيريانز، سانسيت كانيون، ارك اوف سايرس، بكل شيء. واي اس جي ضروري نجيب له الاكسبرتيز تبوله باسرع وقت ممكن. هلا خليني اخبركم عن الغلطه اللي عملتها. واي اس جي في استعمله 5511 ماشي فيه انا لهلا صح. الغلطه اللي عملتها انه وقت ما كنت عم بشتغل على واي اس جي طلع لي الويل تبع جنكيز خان، جبته لجنكيز خان بس تحمست للاسف وعليت السكيل تبولته ل 5، صرفت ليجندري سكولبتشرز عليه لجنكيز خان. بس اذا بتلاحظوا هلا موقف مش عم بستعمله لجنكيز خان، لان جنكيز خان هو 5511، لذلك انا روحت ليجندري سكولبتشرز على شيء فاضي، كان لازم انا هول ليجندري سكولبتشرز اصرفهم على واي اس جي، بس للاسف ما عملت هيك. اللي كان لازم اعمله هو انه جيبه لجنكيز خان using gems من الويل، بس خليه at level 10 وخلي السكيل تبولته 1. هيدا الشيء انا عملته مع الكسندر ذا جريت وريتشارد ذا فيرست، يعني قدرت اعلي لهم سكيل بس من الويل، ما صرفت عليهم ولا ليجندري سكولبتشر. هيني هلا مصمم 22 وحده وبدي اصرفهم ان شاء الله على واي اس جي، ونحن حاليا بكي في كي، فان شاء الله قريبا حاجيب الاكسبرتيز تبعه ل واي اس جي وبصير فعال اكثر، بفيد رفقاتي اكثر وبفيد الكينجدوم تبعولتي كمان. فهيدا كان كل شيء لليوم، اذا حبيتوا هذا الفيديو بليز لايك اند سبسكرايب، واذا عندكم سجستشنز للتوبيك تبع الفيديو الجاي بليز تيل مي ان ذا كومنتس بيلو، اند ثانك يو سو ماتش.